السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم تغطية خاصة للأسبوع الزراعي 14 على أرض معرض بغداد الدول. إحنا الآن باللحظات الأولى اللي هي قبل الافتتاح، وأيضا هناك كلام لمعالي وزير الزراعة، كلمة خاصة، وأيضا هناك بعض الفعاليات الفنية قبل البدء الرسمي للأسبوع الزراعي 14. راح نلتقي مع مختلف دوائر الزراعة بكل المحافظات العراقية، وأيضا الشركات الزراعية، وأيضا دوائر وزارة الزراعة. راح نعرف النتاجات الزراعية، التطور الكبير اللي شهدته اليوم الزراعة العراقية، وخاصة من خلال المكننة الحديثة، وأيضا هناك شركات أجنبية مشاركة بهذا المعرض. يا رب إن شاء الله حلقة ممتعة، ابقوا يعني. السلامة والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمام حضراتكم أحب أن أطرح نقطتين وبشكل عاجل، والتي تمثل المشاكل الأكثر صعوبة على القطاع الزراعي. أولاً موضوع شحة المياه، وحقيقة كان دور للأخ وزير الزراعة دور كبير جداً في دفع عمليات التفاوض من خلال وجوده في مجلس الوزراء، وأيضاً تشكيل وفد من قبل
مجلس الوزراء برئاسة الأخ وزير الدفاع ومساهمته بالضغط على الجانب التركي لتوفير الحصة المائية أثر إيجابي. ولكن حقيقة اليوم هذه المشكلة يجب أن تكون بيد رئيس الوزراء حصرا، وكان لنا حديث مطول مع دولة رئيس الوزراء حول هذا الموضوع، حيث أن الملف المائي في تركيا هو موجود في أعلى سلطة في تركيا. نتمنى أن يكون هذا الملف أيضا حصرا بيد رئيس الوزراء، وتكون المطالبة على المستوى المشكلة التي نعاني منها خلال هذه الفترة. والمشكلة الثانية حقيقة تتعلق بوزارة الزراعة، ونحن شركاء مع وزارة الزراعة وفي كل مشاكلها. هنالك مشكلة بموضوع استثمارات التي كانت خلال تواجدنا في وزارة الزراعة تعرض على هيئة الاستثمار في الوزارة، وهيئة الاستثمار تقوم بواجبها بشكل كامل، لكن يتطلب إحالتها على هيئة الاستثمار الوطني، وهذا هنالك عائق كبير وتأخير كبير، حيث لدينا بعض النماذج تأخرت لمدة أكثر من 10 سنوات. يجب أن يكون دور لمجلس الوزراء بحصر الاستثمارات الزراعية من خلال وزارة الزراعة ومن خلال المديرية العامة للاستثمار في الوزارة. يجب أن يكون هذا الحل سريع معالي وزير الزراعة، باعتبار أنه اليوم لدينا مزارعين حضروا معنا في هذه القاعة لديهم مشاريع ممكن أن تخدم القطاع الزراعي، والتوجه العام للدولة اليوم وللحكومة ولمجلس الوزراء حول القطاع الخاص، والقطاع الخاص لا ينهض إلا من خلال دعمه من خلال الاستثمار. أكرر شكري وامتناني للأخوة وزير الزراعة والتجهيزات الزراعية لإقامتهم هذا المؤتمر الذي نتمنى له النجاح، وأيضا أن نتمنى من أخواننا الفلاحين أن يقوموا بالاطلاع على كافة المنتجات الموجودة، وخصوصا المنتجات التي تتعلق بشحة المياه حيث هي المتطلب خلال هذه الفترة. ومن الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدين راح اقول لك شغله مهمه كذي، شو الخبر جايب لك دازه؟ روح تعال هبه. هلا خويا هلا شوية، شوف خويا سيدنا الرحمن كان بطل البيت القاع، شنو السالفه؟ اشوف قطع خير من الله، والزرع خير من الله، والزراعه ومطلب لنا كل شيء وما بقصره، ما خلينا محتاجين لا طلب ولا حلال. عمي عمي انت هالايام مو مسوين هم الحكومة حملة على جماعة المحكمة الهابط؟ اي انا راح اسوي عليك حملة. انت اللي سويت الهابط؟ انا هابط؟ اي روح ابوك بيا. اسمع اسمع تعال قول شيء يا فاعل. قول ليش ما تنزل؟ لا مو طالع من حد جاهل، انت شفت منه دور عادين شغالة. اي والله يا عمي انا شفت اليوم منه دور، ومن لونه على النقاط يكبر الدور، وانا دراسل ما راح تبيع. وانت شفت النقاط؟ اسمع النقاط اسمع. طبعا احبتي المشاهدين، لقاءنا الاول بتغطيتنا اليوم حيكون من محافظه ذيقار اللي مشاركين بقوه في الاسبوع الزراعي 14 على ارض معرض بغداد الدولي، ومعانا استاذ عماد مسؤول جناح محافظه ذيقار او زراعه ذيقار في المعرض. اهلا بك استاذ عماد. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا وسهلا بك. نورتوا بغداد. اهلا وسهلا بك. مرحبا. اهلا وسهلا. ذيقار محافظه مهمه بالانتاج الزراعي، أريد نعرف اليوم جناحكم بشنو شارك، شنو أهم المنتوجات اللي عرضتوها من إنتاج محافظة ذيقار؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر هذا المهرجان هو الأسبوع الزراعي 14، هو عبارة عن تبادل الآراء وتقارب الخبرات بين المحافظات ومناقشة المشاكل والمعوقات والحلول مع وزارة الزراعة. تشتهر محافظة ذيقار
الثروة الحيوانية بشكل أساسي زين نتيجة موقعها الجغرافي بكثرة الأهوار نسبة الحيوانات أكثر شيء بالنسبة للجاموس يعني أعداد كثيرة بها. وكذلك في زراعة الحنطة بعد ما وافق وزارة الزراعة بالزيادة في الخطة المقررة بزراعة الحنطة والشعير زيادة شملت أيضا محافظة ذي قار شملت محافظة ذي قار بها كذلك. تعرضت ذي قار بالأشهر الماضية إلى حالات حقيقة شاهدناها بالسوشيال ميديا بالجفاف بالأهوار نفوق الحيوانات الآن الأمور يعني تحسنت بس صحيح مرينا بهذه الظروف وصار عندنا نفوق الحيوانات خصوصا بالجاموس بالأهوار نزقلت ولكن الآن يعني نسبة المياه بدأت يعني تزيد خلال هذا الشهر بالذات يعني وإن شاء الله الأمور بخير. كذلك محافظة ذي قار نتيجة الدعم وزارة الزراعة للمديرية يعني بدينا نوسع نشاطات خارجة مثل الحنطة أو تربية الحيوان مثل عندنا هسه عندنا بدأت تربية النحل اللي هو بدأت هسه يعني دخلت هاي التربية دخلت هذا إنتاج محافظة ذي قار عندنا بحدود الآن تقريبا ما يقارب بحدود أصبحوا عندنا 600 إلى 750 نحال الآن وبدأت المزارعين نشجعهم على تربية النحل لما لها من مردودات اقتصادية للفلاح كدعم للفلاح لا يعتمد على محصول واحد يعتمد على عدة جوانب مادية. نعم يعني اليوم الشيء الجديد محافظة ذي قار هو إنتاج العسل إنتاج أعتبر إنتاج العسل الآن بدأت بعد أيضا عندكم عندنا هاي زيوت نباتية هذا الزيت بذور الكتان اللي يستخدم يعني لعدة أغراض منعتها فشجع كله من ذي قار أي السمسم أي فقلت لك والآن عندنا طور يعني شلون أقول لك أرجع على النحل عندنا هسه يعني بعض النحالين أصبحوا شوي لديهم الخبرة حتى في معالجة حالات الروماتيزم والهاي باللسع بالنحل وعندنا انتاج التمور كذلك اضافه اذا بدت الوزاره وافقت على قبل سنتين تقريبا بزراعه اعاده زراعه الشلب بالاهوار اللي هو ممتاز. موجود اصلا هو هذا العنبر هذا الاستاذ ما شاء الله يعني هذا الشلب من ذي قار هذا العنبر يعني احنا نعرف الشلب مثلا نجف ديوانيه لا بس لا هو اصلا هم موجود في سوق الشيوخ قديم الزمان بس لظروف الشحن المائي وبعض السياسات السابقه حرمت تجفيف وغيرها حرمت محافظة ذي قار من زراعه الشلب ولكن الان عادت زراعه الشلب وبداوا الفلاحين بداوا يعني يلتمسون المردودات الاقتصاديه لازم نجرب شيء من ذي قار ان شاء الله يعني هذا هو مثل الحلويات القديمه اللي يسموها هي المدقوقة هي التمر وراشي وسمسم وياها راضي المدقوقة تخبل ما ذي قار بعد عندنا الأكلة السومرية القديمة يعني عمرها 7000 سنة اي الأكلة السومرية القديمة اللي هي الخريط هذا بحياتي أنا ما مجرب اي جربه هذا الخريط اي خلاص خلاص طبعا دي يسلمون علي من باقل تعرف المحافظات يلتقون سنه مره هذا 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 من زمن السومريين هي يعتبر حلوى الاحتياديه الموجودات وهذا من حبوب اللقاح القصب والبردي موجود بالاهوار هذا بفائده خصوصا لحالات فقر الدم وال يعني للطفل والمراه كذلك يستخدم وياه اذا ينخلط ويا عسل لو دبس فصير يعني بي مادة غذائية جيدة جدا إن شاء الله. تحياتنا لكم ولهنا بذي قار وشرفتونا وما شاء الله أهلا وسهلا شكرا جزيلا لكم أخوانا. طبعا أحبة المشاهدين التقينا ويا أستاذ عماد وشاهدنا جناح محافظة ذي قار وجربنا الخريط وجربنا المدقوقة وحتى قبل ما نصور جربت النبق من ذي قار وما شاء الله ذي قار دائما عامرة بأهلها خلي نروح نشوف محافظات أخرى ومشاركاتها بالمعرض ابقوا يعني
طبعا أحبة المشاهدين، للإعلام حقيقة دور في معرض بغداد الدولي بالأسبوع الزراعي 14، ولما نتكلم اليوم عن المجلات وخصوصا المجلات العلمية لها دور مهم جدا. طبعا نلتقي مع الدكتور علي جابر اللي مسؤول هو على المجلة الزراعية، قسم مجلة الزراعة العراقية. نعم، أريد أعرف تاريخ هذه المجلة، شو وقت بدأت، بأي سنة، هدف. نعم، مجلة الزراعة العراقية البحثية تأسست عام 1996. الهدف من إنشائها هو توثيق البحث العلمي. نعم. ومثل ما تعرف المهام الرئيسية لوزارة الزراعة هي خدمية بحثية إرشادية، فجانب البحثي هو اللي المعتمد في التطوير، في تطوير البحوث وفي تطوير التقنيات، تطوير الممارسات الزراعية. كل العالم يعتمد على الممارسات والتقنيات. يعني دكتور، هل المجلة موجهة إلى الفلاح العراقي أم إلى الأكاديم؟ عندنا مجلتين، مجلة بحثية للباحثين توثيق بحوثهم، وعندنا مجلة إرشادية تعنى بتعريف المزارعين والمهتمين بالنشاط الزراعي، الممارسات الحديثة، ومجلة الزراعة العراقية الإرشادية. يعني تكون بها عندنا جانب، يعني لكل عندهم خلفيات ثقافية، كل شخص أكيد يعني. نعم. دكتور، أيضا أريد أعرف موضوع مهم جدا. قلت بها سنة هي تأسست تقريبا 1996 البحثية، والإرشادية 1946، والإرشادية بال 46 1946 من العهد الملكي. من العهد الملكي. جيد. كلش قد تصدر؟ تصدر كل نصف سنوية بعد 2014، وتعرف الضغط اللي يعني صار على الموازنة. شو النفقات؟ كانت أربع مرات سنوية. نعم. أيضا أريد أعرف شغلة مهمة، أهمية المعارض، هل هي مهمة اليوم للزراعة والإنتاج الزراعي أو للتعارف فقط؟ رأيك أهمية المعرض. المعرض وسيلة لصاحب العرض أو لصاحب البضاعة، لصاحب الخدمة، هو أنه حتى يعرف الجمهور المستهدف منه بمنتجاته، بفائدتها، يعني بالخدمات اللي يقدمها. بالإضافة هي مفيدة للمستهلك أو الجمهور المستهدف، حتى يبين، حتى يكون عنده خيارات، أكثر من خيار في حالة وجود مثلا منتج من أكثر من شركة، فطبعا يتبع يشوف الخدمة، يشوف المنتج، يشوف المواصفات في هذا المنتج من هالشركة الفلانية، ويشوف المواصفات الأخرى من تسهل عملية. فوظيفة المعارض هي حتى بالنسبة للمنتج هو حتى يكسب حصة في السوق. صحيح. حتى ينشر بضاعته أو خدماته اللي يقدمها للجمهور. ممتاز. سؤالنا، مجانا لو يعني بشي رمزي أو شيء؟ البحثية ما يعني فتشي بسيط، وعندنا موقع المجلة ممكن موجودة يعني بدون مجانا، والإرشادية أيضا مجانا يعني ماكو. المشاهدين، والآن وصلنا إلى جناح محافظة ديالى، مدينة البرتقال، المدينة الأكثر جمالاً ببساتينة، ولكن للأسف السنوات السابقة حقيقة تعرضت لظروف تراجعت بها اليوم البساتين والمحصول الزراعي. واللي تكلم لنا أكيد يعني ما نلقى أفضل من أستاذ أياد، مدير زراعة محافظة ديالى. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ العزيز، الله يسلمك بارك الله. ديالى اللي كانت الأولى مثلاً بالحمضيات تراجعت حتى مراكز كبيرة وكثيرة، صار بدياله، وكيف ترجع دياله مثل قبل؟ بداية أنا أشكركم على اللقاء. طبعا دياله بالحقيقة هي ما تراجعت بالحميات، يعني حب الطبل هلا بالعراق وهلا بدياله. احنا عندنا بدياله أكثر من 134 ألف دولار بساتين مجازة رسمية، طبعا متداخلة من ضمنها الحمضيات. موسم الحالي اللي احنا فيه موسم خير وبركة بسبب الأمطار، صح أثرت علينا الشحة الوعية العام الماضي تأثير كلش كبير. أنا عندي بساتين ظهرت بنسبة 35% بسبب الشحة المائية أي العام الماضي، وبسبب التغيرات المناخية بشكل عام. إلى الآن وصلنا يعني أكو بساتين تأثرت بنسبة قليلة 5% اللي هي على يسار نهر دجلة، ويمكن حضراتكم زرتوها على مسؤولية الشط وغيرها. الحقيقة هي وضع ديالة كمستلة الموسم الحالي أقدر أقول راقي جدا،
والتاجر بالحفظيات يفوق 80,000 طن بالموسم الحالي إن شاء الله. طلبنا الوزارة إيقاف الاستيراد بهذا الموسم، استجابت الوزارة توقف الاستيراد موسم الحفظيات موسم الذروة عندنا بالإنتاج. وافقت الوزارة، وافقنا الوزارة دائما تسألنا على الإنتاج، هل يحقق الإنتاج اكتفاء محلي على مستوى العراق؟ هل ممكن أنه نسمح في فترة معينة نطلق الاستيراد؟ احنا نكتب اللي علينا بكل أمانة، نعطي المقدر من الإنتاج بشكل حقيقي، نطلب فترة غلق الاستيراد بالإلى حتى نحافظ على المنتج مالنا، ندعم فلاحنا، نحافظ على مستوى سعري جيد يقدر يحصل منه فلاحنا مردود اقتصادي حتى يستفاد منه. ديالة في توسع حقيقة، ديالة السنة تختلف عن الموسم الماضي. اسمع، هيك أخبار بالإعلام عن ديالة حقيقة العام الماضي أثر على ديالة بشكل كبير. راح أضرب لك أسوأك مقارنة، موسم العام الماضي مقارنة بموسم عام 2019 اللي صار فيه الفيضان والوفرة المائية، خسرنا بديالة أكثر من 90% من المساحة المشمولة بالخطة الزراعية. رقم وقتها محافظة ديالة خرجت منه، ما خرجت 100% بس خسرت 90% من أراضيها، خسرت 75% بالإنتاج اللي يسوق إلى سايلوات وزارة التجارة، هاي خسارة كبيرة. خسرت أكثر من 30,000 راس من الأبقار، خسرت أكثر من 100,000 راس من الأغنام، خسرت أكثر من 90,000 راس من الماعز إلى آخره. عذرا أستاذ عياد، اليوم مثلا الفلاح اللي كان يزرع حنطة ويسوق للسايلو، لما صارت هاي الأزمة عوض من حقيقة احنا بعيدين عن موضوع التعويض، لأنه يعني موضوع التعويض هذا يعني موضوع قرار سياسي بداية، والأكثر يعني خلينا نقول أكثر حقيقة أنه الفلاح حصر ما زرع العام الماضي. الشحماية كانت قاتلة جدا، يعني معدلات سقوط الأمتار ما جاوزت 36% لموسم كامل العام الماضي، احنا حاليا قريبين من 200% ما شاء الله مع الفرق. فلاحظ أنه لا سبحان الله أكثر أمطار تركزت في محافظة يعني كتعويض زراعية. المساحة المنتجة العام الماضي كانت 64,000 دولار حقيقية منتجة، احنا السنة خطة زراعية عبرت 173,000 دولار، خارج الخطة عندي 170,000 دولار، تخيل. فالوضع السنة جدا مطمئن، الفلاح استبشر خير والقادم افضل بيد. اريد نعرف شو شاركتوا بالمعرض، شنو اللي حقيقة شاركنا بالمعرض السنة مشاركة متميزة. اولا شاركنا بجلاح خاص بالمديرية بمعروضاته بالحفظيات الى اخره، الى طرج هذا الراقي وغيره ان شاء الله، وشاركنا بسقاري ديالة اللي هاي فقرة ما حد بينتبه لها ان شاء الله، وطرحنا على معالي الوزير انه ننظم لهم جمعية خاصة نسجلها باسم جمعية السقارين، ونطلع هويات او شهادات لكل طير من هذه الطيور يسموه سايتس. اليوم الشكل الاكبر مبيع مباشر عندنا موجود للحفظيات وللتمور والانتاج ان شاء الله تعالى. اليوم انه فكر العراق لما نذكر دياله فقط تجي في بال الحفظيات، بس ما شاء الله ده اشوف مثلا بيض. بالمناسبه ذكرت بالثروه الحيوانيه، دياله رقم 2 بالمحافظات بعد واسط، دياله متميزه ايضا بالثروه الحيوانيه، مشاريع دواجن يعني عبرت 600 مشروع رسمي مسجل. اليوم الاول بالمعرض حقيقة السنة المعرض، كل المعرض مشاركنا 14 معرض مميز، يعني أولا بالديكور وبالتصميم وبالترتيب، أشوف يعني مشاركة متميزة جدا حقيقة. الوزارة لها دور هنا، يعني إحنا كديالة وكمحافظات معي الوزير بنستلم الوزارة، أقدر أقول يمكن هو الوزير مباشرة بعد أسبوعين عقد اجتماع طارئ لكل مديري الزراعة، طلب ورقة عمل أو ورقة يقدمها مدير الزراعة خاصة مشاكل الزراعة في محافظته والمقترحات الحل. استقبل من عندنا هذا الطرح، عبب على كل تشكيل وزارة، بدأت الأمور تختلف، بدأت تجي قرارات على هاي الطروحات والحمد لله شكرا. كل التحية وشكر لك أستاذ إياد مدير زراعة محافظة ديالى. جزيلا لكم، الله يعزك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. نشكر الجميع، كما نشكر كل الفعاليات والشركات والمؤسسات سواء من وزارة الزراعة أو الجهات الأخرى اللي أسهمت في الحضور والمشاركة في هذا المعرض. حقيقة وزارة الزراعة من تسلمنا المسؤولية باشرت بخطوات عديدة، كان أولى هذه الخطوات هي إقرار الخطة الزراعية بمساحة 4 مليون دونم بالنسبة للأراضي الصحراوية ومليونين ونص دونم بالنسبة للأراضي المروية. وفرت الدعم الكامل لهذه الأراضي من خلال توفير الأسمدة بنوعيها الداب واليوريا، وكان
حقيقة الدعم كبير جدا للمزارعين من خلال توفير هذه الأسمدة وكذلك البذور، واللي وصل بنسبة 70% بالنسبة إلى البذور و 50% بالنسبة للأسمدة، وكذلك توفير اللقاحات والمبيدات اللازمة لإنجاح هذه العملية الزراعية واللي كانت ترسل مجانا. الوزارة جادة في توفير كل مستلزمات نجاح القطاع الزراعي من خلال توفير المستلزمات الزراعية الخاصة بالزراعة، لذلك وضعت في خطتها خطة طموحة إن شاء الله في موازنة عام 23-24-25 للأعوام الثلاث، وهذه الخطة إن شاء الله كان واحدة من أهم النجاحات فيها اللي هو صندوق الزراعي، واللي حقيقة راح يساهم في تطوير النشاطات الزراعية لما إلى من أثر في عملية تشجيع الاستثمارات والزراعة، وأيضا كان في الموازنة واحدة من المواد المهمة اللي سمحت بالمشاركة مع القطاع الخاص. احنا اليوم نريد ننشط القطاع الخاص لأنه من غير الممكن أن تثقل دائما الموازنات بأموال لتنشيط القطاع الزراعي، لذلك كان الحل هو إيجاد شريك حقيقي يتمثل بالشركات الاستثمارية والمستثمرين اللي أباح لها الآن القانون الموازنة المشاركة مع شركات الوزارة، وهذه تمثل فرصة كبيرة لتنشيط القطاع الزراعي. أيضا كان إن وقفة لإخواننا الأطباء البيطريين واللي حقيقة لهم الأثر الكبير في حماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، لأنه اليوم أكثر الأمراض الانتقالية هي تنتقل عن طريق هذا القطاع، لذلك كان إن وقفة في مجلس الوزراء، وحقيقة رعاية دولة رئيس الوزراء ومساندته إنه أسهمت في تعيين 2000 شخص من الأطباء البيطريين، ونأمل إن شاء الله للوجبة للأيام القادمة يعين الباقي الأخوة الأطباء اللي عددهم يتجاوز 4000 طبيب بيطري والذين لم يعينوا لمدة أكثر من 10 سنوات ماضية، بحيث حصل نقص كبير في مؤسساتنا الصحية. الموازنة من فضل الله تعالى التعويضات اللي أقرت في جلسات ماضية تم إقرار أغلبها، وإن شاء الله ستصرف بعد إكمال مجلس النواب المصادق على هذه الموازنة. إحنا جادين إن شاء الله في التحول نحو الزراعة الذكية، نحو الزراعة اللي تقلل من عمليات المياه، استهلاك المياه بتوفير منظومات الرش، وإن أيضا خطوات كثيرة. أكو قروض مع شركة باور النمساوية اللي بحدود 300 مليون يورو، وأيضا عندنا قرض سعودي بالإضافة إلى موازنة الوزارة، كل هذه حتى نقلل من تأثيرات نقص المياه، داعمين إن شاء الله لعملية التكيف المناخي. وحضرنا قبل يومين في مؤتمر البصرة اللي كان برعاية دولة رئيس الوزراء. المشاهدين الآن ننتقل إلى محافظة الديوانية ونشوف مشاركتها اليوم مع الأستاذ علي الجبور. أهلا وسهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، شكرا جزيلا على تغطيتكم للفعاليات المهرجان. دأبت وزارة الزراعة بإقامة في كل سنة من هذا التوقيت من يوم 13 إلى يوم 21 من شهر آذار أسبوع الزراعة، سمي هذا الأسبوع بأسبوع الزراعة 14 ويوم الشجرة، بمشاركة مديريات الزراعة في المحافظات كافة والشركات والدوائر التابعة لوزارة الزراعة. تعرض في هذه الدوائر والشركات كافة الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تقوم بها مديرية زراعة الديوانية. شاركت هذا الموسم الزراعي في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقدمها من المنتجات الزراعية في المعرض
المنتجات هي المتمثلة بهوية الديوانية. نريد نعرف اليوم الأمور اللي تخص الديوانية بالتحديد. مديرية الديوانية تتميز بأنها محافظة زراعية من الدرجة الأولى، تزرع كافة المحاصيل الزراعية بالموسمين الشتوي والصيفي. الموسم الشتوي بمحاصيل الحنطة والشعير الذي يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية، والموسم الصيفي بمحصول الشلب. محافظة الديوانية تتميز بزراعة محصول الشلب صنف العنبر. خطتها تعتمد على الإطلاقات المائية من قبل وزارة الموارد المائية. عرضنا في هذا الموسم هي المنتجات. قبل ما أدخل للتمن، معروفين أنتم بالتمن، أريد تحكي لنا بهاي السالفة، شاي الكجارات اللي أنا أدري بيه. بلى. يعني استوردوه. نجحت زراعته بالديوانية اللي هو من قبل يزرع. مديرية زراعة الديوانية أسست مشروع قبل 10 سنوات. مشروع تطوير وزراعة شاي القجرات في المحافظة، نجحت في نشر هذه التجربة، وأيضا مو فقط نجحت بزراعة صنف واحد وإنما بعدة أصناف اللي هو الصنف المخطط والصنف الأبيض، نجحت في زراعته. هذا المحصول يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، ناهيك عن أنه يستخدم ليدخل في من مواد التجميل والصناعات الطبية. احكينا الآن على هوية الديوانية. هوية الديوانية هي زراعة العنبر. خطتنا تعتمد على الإطلاقات المائية من قبل وزارة الموارد المائية. مساحتنا الزراعية من 150 دونم، ممكن نزرع أكثر إذا توفرت الـ 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 صحيح، لأن عندنا أزمة مائية، كميات المياه الكافية. عندنا احنا في هذا المعرض عرضنا 3 أنواع من الأصناف اللي تزرعها محافظة الديوانية. عندنا صنف العنبر الخضراوي اللي هو الدرجة الأولى. هذا الخضراوي اللي هو الدرجة الأولى، هذا نسويه على شكل محصول شلب، وبعدين على الجرشة الأولى اللي هو الخط الأول والخط الثاني. هذا صنف رز الياسمين. عندنا قبل موسمين دخل لنا صنف ثالث اللي هو صنف البركة، رز البركة بالضبط. بس احنا ندعم ونشجع زراعة صنف العنبر اللي هو يعتبر هوية الديوانية وهوية العراق بصورة عامة. نعم. اكثر شيء العنبر بالديوانية لو بالنجد، يعني تقريبا الخطط متساوية. كل التحية والشكر لك استاذ علي، وربي يخليك، وان شاء الله الديوانية بالزراعة وبكل المجالات من تطور الى تطور. النجاح والتوفيق لكل العاملين ولكل الجهود التي بذلت من اجل انجاح هذا المهرجان والفعاليات. شكرا جزيلا، اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. طبعا احبتي المشاهدين، جولتنا بين المحافظات، ما شاء الله المعرض عبارة عن عراق مصغر. ديالة امامها ذي قار، النجف امامها كربلاء، الموصل أمامها البصرة، فشيء شيء جميل جدا. طبعا حلقة ممتعة وجميلة جدا، وراح نعرف على نتاجات الزراعة العراقية. ابقوا يعني. المشاهدين، والآن توجهنا إلى قلب الجنوب النابض، محافظة ميسان، ودائما مشاركاتهم جميلة جدا بكل معرض زراعي. ما أسوي المعرض الزراعي إذا مو لقاء ويا محافظة ميسان، بما أنه بي إبداعات كبيرة وإنتاجات كثيرة، ولكن للأسف الإعلام العراقي مقصر بحق هذه المحافظة من خلال نتاجاتهم الكبيرة جدا، ولكن مثل ما قلنا هناك تقصير بتسليط الضوء على هذه المحافظة المهمة جدا، المحافظة النفطية والمحافظة الحدودية والمحافظة الزراعية، تمتلك أهوار واللي ما شاء الله يعني طيبة أهلها شيء رائع جدا. نلتقي مع الأستاذ حيدر مدير شعبة زراعة علي الغرب. السلام عليكم أستاذ حيدر. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أستاذ. نصور مع حضراتكم، نشاهد اكو شيء كل سنه شيء جديد،
قبل كان اهتمامكم اليوم بالمحميات، الآن أكو مشروع وإن شاء الله أنتم الشيء المميز اليوم في ميسان أو في مشاركة محافظة ميسان أنه أي مشروع بشيء مصغر، يعني حتى يوضحون أكثر للمواطنين وأيضا للمشاهدين، شرح لنا على هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وبإشراف السيد وزير الزراعة تمت مشاركتنا وتلبية دعوة في الاشتراك في محفل معرض الأسبوع الزراعة 14 وعيد الشجرة. هذا المحفل يلم أطياف القطاع الزراعي سواء القطاع الخاص أو القطاع المشترك أو القطاع الحكومي لرسم السياسة الزراعية المستقبلية. طبعا نمت مشاركتنا في كل موسم نقدم نموذج للزراعة المتطورة، وهذا النموذج يكون الهدف من عنده توعوي إرشادي. جاءت مشاركتنا هذا الموسم عن طريق مشروع الزراعة المحمية والذي يتمثل مساحة 5 دونم في قضاء علي الغربي. هذا المشروع نتيجة عمل مشترك ما بين شعبة خاص بشعبتكم، خاص في شعبة زراعة علي الغربي، عمل مشترك ما بين المزارع والشعبة الزراعية. الموجودات الثابتة هي تابعة لنا كشعبة زراعية، والعمل والتنفيذ المزارع. طبعا المزارع متميز يمتلك علمية واضحة في هذا المجال. الحمد لله نجح المشروع وتم تنفيذ 7 بيوت بلاستيكية، 2 بيوت متعددة الفضاءات، 5 بيوت منفردة، مساحة 3 دونم زراعة أنفاق محصول الطماطة. المشروع بحد ذاته هو يرسم الحاجة المستقبلية لهيك مشاريع للمستقبل بسبب شحة المياه، بسبب التغير المناخي، بسبب الفترة اللي يكون بها المحصول هذا غير متوفر بالسوق. بأستاذ حيدر بين قوسين على الفلاحين الاتجاه بأسرع وقت إلى طرق الري الحديد. هدف أساسي من هذه الخطوة ما تفضلت به حضرتك، انه على المزارع سواء في الجنوب او في الشمال او في الوسط يتوجه ويقتني هذا الاسلوب الحديث من الزراعة في سبيل يحمي نفسه اولا، 2 يحمي الامن الغذائي والذي هو رديف اساسي للامن السياسي، يصبون كلهم مصلحة واحدة هو حماية البلد من كل محاولات خارجية لضرب المنتج الزراعي المحلي. واليوم المعرض هدف أساسي من أهدافه هو دعم المنتج الزراعي لضمانة الأمن الغذائي في البلد. فكل هذه الجهود هي ترتقي بالمزارع، توفير دخل جيد، سد حاجته من أهم المحافظة على المياه. المياه المشكلة الأساسية، يعني اليوم إذا لم يقتني المزارع التقانات الري بالرش والتنقيط حقيقة راح يكون متخلف عن القافلة اللي متوجهة نحو المستقبل، نحو التطور بالقطاع الزراعي. سؤالنا الأخير، رأيك بافتتاح المعرض وتحس أكو تغيير بالأمور اللوجستية مثل كل سنة؟ المعرض الأسبوع الزراعي لهذا الموسم حقيقة يعني من أول يوم وأولى ساعات الافتتاح النتيجة كانت واضحة جداً، من حضور كبير للحضور الكبير، وأنتم اليوم المرآة لهذا العمل. يعني اليوم الزخم أصبح واضح، طبعا هو هذا انعكاس علما للمستهلك، يعني اليوم اللي موجودين كلهم مو مزارعين حقيقة، أغلبهم مستهلكين احنا نقول، لأنه عنده حب للإنتاج الزراعي المحلي. فالنتيجة واضحة واختلفت عن السنوات السابقة، جهود الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بتوفير ما تحتاج المديريات والشركات من أجنحة، من تنظيم، من دراية تامة بالعمل المنظم، شلون انه يصير تنسيق بينه وبين المديريات. يعني كانت خطواتهم جدا فعالة وناجحة تجاه المعرض لهذا الموسم. كل التحية والشكر لك استاذ حيدر، وتحياتنا لكل اهلنا في ميسان. لكم كل التحية والتقدير إن شاء الله، وشرفتمونا في أي وقت تزورونا بالمحافظة.
المشاهدين تلقنا بين المحافظات الجنوبية ورحنا على ديالة الشرقية وأيضا محافظات الوسط، محافظات مهمة جدا بالخصوص محافظة صلاح الدين. هذه المحافظة متنوعة من زراعة استراتيجية والفواكه والخضر وغيرها وغيرها من إنتاجات الحيوانية وغيرها. طبعا ويانا الأستاذ المهندس عبد الحق اللي راح يتحدث لنا عن مشاركة محافظة صلاح الدين بهذا المعرض الزراعي. اهلا بك استاذ. اهلا وسهلا بك واهلا مرحبا. حياكم الله. الحمد لله بخير. شلون شفت اجواء المعرض باول يوم؟ الحمد لله المعرض يعني الحمد لله يبين المدى التنوع والانتاج العالي لبلدنا وامكانيته ان يكون اقتصاد مستقل بذاته في ضوء اكتفاء ذاته في ضوء الازمه الاقتصاديه العالميه ان شاء الله. نعم. ما شاء الله. انا طبعا لفت نظري بهذا الأسبوع الزراعي شيء مميز هو الحضور الكبير من المواطنين، يعني حقيقة عدد يعني هال الحقيقة. الأزمة العالمية جعلت المواطن العراقي وكل المواطنين يتحسسون مسألة الأمن الغذائي، والأمن الغذائي صار من أولويات حتى رب العائلة. صحيح. فالمواطن العراقي ثقافته ارتفعت وبدأ يتطلع إلى أنه يعرف مستقبل الأمن الغذائي العراقي. فالمعرض الزراعي 14 هذه السنة يوضح للمواطن ويطمئن أيضا أنه العراق الحمد لله بلد خيرات، بلد إنتاج، بلد الأمن الغذائي مو مسؤولية أحد، مسؤولية الجميع. طبعا لا شك الأمن الغذائي مو بس مسؤولية الدولة ولا بس مسؤولية المواطن، مسؤولية الجميع من فلاح إلى مواطن إلى الدولة إلى كل القطاعات. نعم. أريد أعرف صلاح الدين شاركت بشنو بهذا المعرض؟ الحقيقة محافظة صلاح الدين الحمد لله متميزة كل عام بالمشاركة في المعرض الزراعي، كونها يعني إحدى أهم سلات الغذائية للعراق. الحمد لله تنتج أصناف من الحنطة ويعني إنتاجها لعدة سنوات تطلع الأولى في إنتاج الحنطة، كذلك إنتاج محصول الشعير ومحصول الذرة الصفراء وعدد من المحاصيل الاستراتيجية. دائما من المنافسة بإنتاج الحنطة بينها وبين واسط، يعني الحقيقة احنا ومحافظة نينوى يعني متنافسين في الحنطة. أها نعم. واسط زراعة استراتيجية ككل. لا حقيقة المحافظات كل محافظة متميزة بعدة محاصيل. كصلاح الدين بالزراعة الاستراتيجية معتمدة على السقي المياه السطحية لو الديمي؟ حقيقة الديمي يعني تقريبا شبه يعني ضعيف. الأمطار حقيقة مستوى الأمطار عبر السنين الماضية بدأت تقل منخفضة جدا، مما أدى إلى أنه الفلاح يفكر فأنه كيف يستغل الموارد المائية للمياه الجوفية. نعم. أي أكثر من المشاريع حقيقة احنا مقبلين على أزمة مياه عالمية، بالإضافة إلى الإشكالات اللي حدثت مع الدولة الجارة تركيا بسبب حصص المياه. فاتجه أزمة عالمية بين روسيا وأوكرانيا، لا شك أزمة أوكرانيا وأزمة المياه وعدة أزمات. فالحقيقة بدأ الفلاح يتحسس هذا الموضوع إلى درجة أنه اتجه استغلال المياه الجوفية بشتى الوسائل حقيقة. يعني وعجبنا حقيقة الفلاحين أنه بدأوا يفكرون تفكير مستوى عالي. وموضوع تقنيات الري الحديث، تقنيات الري الحديثة دخلت وبشكل واسع في هذا المجال. حقيقة محصول الحنطة الآن بدأ يعتمد على هذا المجال، وبدأت الإنتاج بدأ يزداد بشكل الحمد لله كبير بواسطة المرشات المحورية والثابتة، وفتحت عدة مصانع لإنتاج المرشات الثابتة حتى في محافظة صلاح الدين. الحمد لله الفلاح توجه هذا التوجه الممتاز، بدأ زيادة في الإنتاج، لكن عندنا إشكالات الطاقة هي هاي الأزمة الأساسية. طبعا كهرباء ووقود. فنرجو يعني من وزارة الكهرباء ووزارة النفط أنه تدعم الفلاحين في هذا المجال فقط لرفع المستوى لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية. كل التحية والشكر لك أستاذ عبد الحق، وتحياتنا لكل أهلنا في صلاح الدين. تشرف بارك الله بكم. أشكركم. أشكر قناتكم. طبعا أحبة المشاهدين من جناح محافظة صلاح الدين وكل تحياتنا إلى الدجيل وإلى بلد وإلى سامرة وإلى بيج وكل مدن محافظة صلاح الدين وكل مدن العراق. طبعا نختتم اليوم تغطيتنا للأسبوع الزراعي 14 اللي هو ب
برعاية رئيس الوزراء وبإشراف مباشر من معالي وزير الزراعة. إن شاء الله حلقة ممتعة، وانتظرونا بتغطيات أخرى تخص هذا المعرض. راح أيضا، لأن حقيقة إحنا غطينا جزء بسيط جدا لعدد من المحافظات، المحافظات الأخرى أيضا لها حق على برنامج أرض السواد، وأيضا الشركات الزراعية المتواجدة والدوائر الزراعة. إن شاء الله يا رب حلقة ممتعة، وانتظرونا بحلقات أخرى. إلى اللقاء.